ضيفي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك. إذا لنبدأ من أرقام التضخم المهمة جدا في الولايات المتحدة، إلى أي مدى أنت متفائل أنه فعلا هذه الأرقام بدأت بأن تشير بأنه التضخم القوي يلي شفناه منذ اندلاع جائحة كورونا هو تضخم سوف يكون مؤقت في الأسواق؟ يعني بصراحة لارا كان عندنا بيانات يوم أمس لا تزال تشير إلى بعض السلبية. برأيي الشخصي أنه في عندنا البي سي اي نمبر وهو يعني معدل الانفاق الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية ببيانات يوم أمس لا يزال يظهر قراءة مرتفعة وبشكل كبير جدا، وأعتقد هو أحد المقاييس المهمة التي ينظر إليها الفيدرال الأمريكي بما يتعلق بقراره بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع. فهذا ممكن أعطانا أيضا إيحاء بأنه رفعتنا القادمة لأسعار الفائدة هي بحوالي 50 نقطة أساس، وهنا أكدته التوقعات حتى الآن تشير إلى ما يقارب احتمالية 86% أن يكون في عندنا رفع بنصف نقطة أساس في الاجتماع القادم. يعني بمعنى آخر كلا العاملين مؤثران يعني بنفس التأثير. أولا عندي التضخم المرتفع أو المقلق هو عبارة عن إشارات إضافية تضغط على الفيدرال الأمريكي لتسريع وتكبير وتيرة رفع أسعار الفائدة، وفي نفس الوقت أيضا في عنا يعني إن كان هناك أي استيحاءات إيجابية من البيانات يوم أمس عكستها الأسواق ببعض من الإيجابية أنه، وأيضا لاحظنا كمان في عندي ارتفاع واضح في الطلب على الدولار الأمريكي أمام نظرائه، وبالتالي هذا يعطي أنه في عنا ثقة. كذلك عوائد السندات الأمريكية للأجال المتوسطة إلى البعيدة تزال مرتفعة نسبيا وأعلى من نظيراتها الألمانية وربما أقل بعض الشيء من الصينية، ولكن لا تزال تشير نوعا ما إلى أنه في عنا أداء إيجابي نوعا ما بالأسواق الأمريكية أو الاقتصاد الأمريكي. المؤرق الحقيقي حاليا هو التوترات الجيوسياسية، والعوائد عوائد العشر سنوات تقترب من مستويات حتى العوائد بشكل عام، يعني حتى 30 سنة عم نقترب من مستويات 3%. اليوم نحن نقف تقريبا عند أعلى مستويات لهذه العوائد منذ 3 سنوات. هل ترى أنه ممكن أن نرى مستويات 3% قبل نهاية العام؟ وهل هذا سوف يبقي الدولار قوي أمام العملات الأخرى؟ بلا شك سوف يبقي الدولار الأمريكي قوي حتى نهاية تعاملات هذا العام، حتى لأنه واضح جدا في ظل الظروف الحالية أن الدولار الأمريكي يلعب دور الملاذ الآمن بالنسبة للمستثمرين بشكل عام. ففي عندنا نقطة ثانية، وصولنا لمستويات 3% كعوائد للسندات الأمريكية هذا أمر وارد جدا في يعني الفترة القريبة القادمة، وأعتقد هذا الأمر سوف يدق مزيد من نواقص الخطر بالنسبة للفيدرال الأمريكي، أنه يجب أن يكون هناك الرفعات نصف نقطة، ممكن أن نشهد مستويات حتى أعلى من 2.75% كأسعار فائدة خلال التعاملات هذه السنة، وممكن نوصل لمستويات فوق 3%. طبعا هذا مرتبط بشكل كبير جدا أنه ببيانات التضخم وتحسن بيانات التضخم ومدى انضباطها بعمليات تشديد السياسة النقدية التي يتم إجراءها. ما يتم الإشارة إليه بشكل غير مباشر أنه في عندي أنا قلق من المستثمرين إجمالا حول العالم، يجدون في الدولار الأمريكي، يجدون في السندات الأمريكية ملاذا آمنا، بالتالي هذا ما يحرك الأسواق. أيضا القلق من الأسواق الأسهم أو الأصول ذات العائد المرتفع مخاطر المرتفع. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. We'll be right back.